أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من
يطوفون